واحد ساحه فرق زين. قبل فتره طلع وياي رجل هنا اسمه سيف يشتغل هنا خطيه يمكن عنده عامل يبيع مخضر. هذا سيف طلع لنا حكي حال السيف يرثى لها. هذا سيف تعال يمي مصورنا خلي يشوفوه. هذا سيف هي انا وهاي حاله راقد بالمستشفى حاليا بعد حاله رجله. هذا وضع رجله زين مستشفى بمستشفى النعمان زين مستشفى النعمان مستشفى النعمان مدير المستشفى ما يقولون سووا له عمليه عملته مدير مستشفى النعمان هو لزم الشغله مالته وهو داز اسعاف هو ودكتور احمد ماهر هو دينا المستشفى النعمان وحاليا راقد بشر مخلوق ما حد يسلم عليه بس رحمه اللهم رحمه الدكاتره من يسوي العمليه خراج هاي ابو والده طلع جراحه من رجله ابواري روح هسه راقد المستشفى النعمان سوي القرية اخي مورمه وجراحه تطلع عيون هاي من بعدها تضاميتها من بعدها سوى مناشده احمد ماهر ومدير مستشفى النعمان ويا مدينه الطب عود يسوي العمليه قص وتجميل قص وتجميل هاي بلاش هاي ثواب من هنا اروح له اودي اروح اودي له ريوق اودي له غدا وارجع كرا وما ينراد يعني عيشه صعبه زين عيشه صعبه اخي هو صاحب ثلاث جهال ولا حول ولا قوه ولا حشيش وين يروح زين يلا وين يروح؟ مشفى زين نشوف بكت الله نزلنا صور على الانترنت وناشدنا العالم الطيب وعالم الشريف وعالم اللي عندها رحمه وعالم كل من يساعد لحد دق بابه لحد وصل وراقد المستشفى النعمان حاليا ذاك هو مشمور راقد المستشفى النعمان اي نعم بالجراحيه راقد بالجراحيه لحد يعني لازم ياخذون موافقه من الوزاره مديت الطب يلا سووا له عمليه يلا سووا له عمليه ليش الله اكبر اللي يموت البشر والله ما حتى علي عذاب انا نسيت خابرته حكيت يا قاعد عندي خمس حالات والخمس حالات قبله وما صير له كل شهر حتى تسافروا للهند ما صير له كل شهر والدكتور ماله احمد ماهر قال كل شيء ما بيه يسووا له مديت الطب قص وتجميل قص وتجميل ثلاث عمليات يرجع طبيعي حاله حال اي مخلوق من الشارع يعني هالشيء ما عنده ان ما عنده سلام خذ ياخذوا له شنو هاي تركضون وراه شنو تركضون وراه صوره ايش يركضون وراه كرافوس عنب باع المرض احترق العنب كله احترق بالشمس يعني يركضون وراه شنو من وراه انا مستغرب على شغله اكو حالتين هسه الحاله الاولى انه قبل فتره هذا سيف خطيه هو اجى هنا ويانا يبكي انهجم بيته انهجم بيته وراح وهذاك هو هسه راقد بمستشفى النعمان لا فلس ولا عانه لا فلس ولا عانه رجله شفت الصور رجله مرمه رجله ومرمه منتهيه لازم يجيبون كتاب من وزاره الصحه هسه ليش تجيب هذا الكتاب يا اخي سووا له عمليه انتم مستشفى ادوات عندكم وعلاج عندكم الا اذا انتم مستشفيات فاشله الا اذا انتم مستشفيات فاشله البشر يموت بالمستشفى عراقي يموت بالمستشفى ليش لا ليش نقول احنا مستشفيات حكوميه زين هاي المستشفيات غير تعالجوا هذا البشر والله انا واحد من الناس انقهرت على هذا الولد انقهرت على هذا الولد زين تجون تحاربون برزاقهم محلاتهم التفلش التروح هذا البديل وين البديل مالكم صلكم أربعة أشهر أو شهرين أو شهر وين البديل اللي سويتوه زين تحاربوهم برزاقهم شي يعيش يروح يبوق يبيع كبسلة يبيع مخدرات شي يسوي الله أكبر هسه عمي الشارع السيارات أفضل من عندنا عوار 50 عالة 60 عالة بس أقول لك هذا الشارع تفوت سيارة بيه وترجع أشرف من عندنا أحسن من عندنا شنو سوى؟ يعني سيارة تقول هو فرعي، هو فرعي اخي هذا مو رئيسي. اخي هذا فرعي، هاي بيوت، هاي بيوت، هاي بيوت، هاي بيوت، هذا فرعي، هذا مو رئيسي، ذاك الرئيسي مال اسوان. انت من فتحت هنا السيارات قامت تطبق جراج سووه واحنا نباع عليهم. سدوا لي الشارع بالسيارات، الجراج عافوا قاموا يطبقون بالشارع. مو سيارة قدامك يا صاحبي. طبقوه، سدوا لي الشارع، يعني شنو؟ فتحت شارع، الشارع احسن من عوالنا، احسن من عندنا. 50 عائله 60 عائله ما عدا المهجرين عمال يشتغلون عربان وغير عربان هاي مو بس احنا وعمالنا والمهجرين والعالم كلها عايشه عليها كل العالم عايشه عليها لا تقول لي نظام البديل نظام البديل وين النظام البديل بعد سنه سنتين ايش تاكل